طلابي الأحباء، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نلتقي مجدداً في درس جديد، واليوم أيضاً أنا أركز هذا الدرس للكتابة. لماذا الكتابة؟ أخبرتكم سابقاً، أنا أعرف كم هي مهمة الكتابة، مهمة صعبة عليكم، وأن الكثيرين منكم يشعرون بتذمر لمجرد أن المعلمة تطلب منهم كتابة نص. في دروس سابقة تعلمنا كيف نكتب نصا إقناعيا، وتعلمنا ذلك بشكل تدريجي، وتعلمنا أيضا كيف نكتب رسالة شخصية. قمنا بالاستماع إلى الأغاني، بقراءة النصوص، بقراءة الحكم في النص الإقناعي، مناقشة مبنى هذه النصوص، وعندما استنتجنا معا المبنى استطعنا أن نكتب. اليوم اخترت لكم كتابة النص الخيالي. لكي نكتب النص الخيالي نحن أيضا بحاجة إلى آليات، نحن بحاجة إلى مخزون، نحن بحاجة إلى حقل دلالي. وانتبهوا إلى هذه الأمور دوما، كلما طلب منكم أن تكتبوا أي نص عن أي موضوع كان، يجب عليكم في البداية أن تقوموا بشحذ أفكاركم، أن تقوموا بتجميع وتخزين الكلمات في الحقول الدلالية المناسبة. وهذا أمر غير مرتبط فقط بالمعلمين، هو مرتبط بكم أيضا. يمكنكم أن تدربوا أنفسكم على هذه الفعاليات الصغيرة التي سأعطيكم إياها اليوم، على هذه المهارات الصغيرة، ومنها سوف تقومون بتطوير أنفسكم بشكل تلقائي. ولا تنسوا أنكم دائما ستكونون مطالبين بقراءة ما تكتبونه ونقد ما تكتبونه وتصحيح وتقويم ما تكتبونه. في درس سابق عرضت لكم مئشارا لتقييم الرسالة الشخصية. يمكنكم أن تقوموا ببناء مئشار لتقييم النص الخيالي، وإن لم تتمكنوا من ذلك يمكنكم أن تأخذوا هذه المهمة كتحدي وتقوموا بإنجازها أنتم والمعلمة داخل الصف. ماذا في لقائنا اليوم؟ ما هو النص الخيالي؟ ما هي ميزاته؟ وكيف نكتبه؟ نحن نعرف أن الكتابة شبيهة بعملية بناء. نحن نفكر، نخطط، نهندس هذا البيت، نفحص المعطيات الموجودة لدينا، ثم ننفذ. هذا ما سيحصل اليوم. اليوم سوف نفكر معا، سوف نخطط معا، سوف نهندس شكل النص ونفحص المعطيات. في البداية سنجمع هذه المعطيات، نفحصها ونقوم بالتنفيذ. فإلى العمل. الكتابة هي محصلة نهائية، لهذا هي مهمة صعبة. أنا أفهم كل طالب يقول إن الكتابة صعبة. فعلا الكتابة صعبة، ليست لأنها صعبة، لأنها تحتاج إلى مهارات. نحن بحاجة إلى المفردات، إلى النحو، الصرف، علامات الترقيم، الإملاء، الروابط، كلمات نربط من خلالها بين أفكارنا. نحن بحاجة إلى تسلسل، سبب، نتيجة، مهارات. نحن بحاجة إلى هرم بأكمله لكي نصل إلى رأس الهرم. هل هذا مستحيل؟ بالطبع لا. هل هذا شيء نعجز عنه؟ بالطبع لا. هل هو مخصص فقط للطلاب المبدعين والطلاب القارئين؟ بالطبع لا. كلنا نستطيع الكتابة، كلنا نستطيع أن نتعامل مع الكتابة كمهارة مكتسبة بالتدريب وبالعمل وبالمواظبة. نحن بحاجة إلى ثلاثة مركبات كما ذكرت: مضمون، مبنى، لغة. مضمون، مبنى، ولغة. دعونا نرى ما هو المضمون في النص الخيالي، ما هو المبنى في النص الخيالي، وما هي اللغة المطلوبة منا. وقبل البدء أنا لن أعطيكم كما اعتدنا، لن أعطيكم المادة النظرية. أنا سأستنتج معكم المادة النظرية.
نحاول أن نتعرف على ميزات الكتابة الخيالية من خلال ما قاله الحكماء عن الخيال. انتبهوا، أنا قلت خيالية، هذه الكتابة خيالية منسوبة إلى الخيال. إذن ما معنى خيال؟ عدنا إلى الأصل، ما معنى الخيال؟ ماذا قال العلماء والحكماء والفلاسفة عن الخيال؟ سنقرأ القول ثم نحاول الاستنتاج. من جهة نحن نتذوق هنا، نقرأ حكما، نتذوق النص الأدبي المعروف بالحكمة، وقد قرأنا حكما أيضا عندما أردنا أن نكتب نصا إقناعيا. دعونا نقرأ ماذا يقول ألبرت أينشتاين. المنطق سوف يأخذك من ألف إلى باء، والخيال سوف يأخذك إلى أي مكان. ماذا نستنتج؟ ماذا يفعل بنا الخيال؟ الخيال يقوم على خلط الأمور، الخيال يقوم على ابتعاد عن الواقع، على تجاوز للزمن وللمكان. بماذا يذكركم هذا؟ أنا شخصياً يذكرني بالأحلام. لماذا بالأحلام؟ لابد أنكم استيقظتم يوماً وكنتم متفاجئين من حلم راودكم، كنتم متفاجئين من الأماكن التي زرتموها خلال حلم صغير، والشخصيات التي رأيتموها دون أن تكون هنالك أي علاقة بين شخصية وشخصية. ربما تفاجأتم في الحلم من غرابة المكان، أنتم كنتم موجودين داخل مكان لا تعرفون ما هو هذا المكان. أنا أتذكر دائما عندما يستيقظ ابني الصغير ويريد أن يخبرني بحلم شاهده، تكون عباراته: ماما المكان شبيه بي. هي تشبيهات، هو يحاول أن يصف ولكنه لا يعرف فعلا وحقيقة ما هي المعالم التي رآها والتي كانت في محيط هذا الحلم. إذن الحلم فيه خلط والخيال فيه خلط، قد أكون في نفس الحلم في أكثر من مكان. الذي لا يوجد لديه خيال ليس له أجنحة. ما أجمل هذا الكلام! وماذا نستنتج من هذا الكلام؟ أن الخيال يساعدني على التحليق. ما معنى ذلك؟ أن الخيال يعطيني أو يعطي لفكري إمكاني الحرية التامة، لا يقيد الفكر. إذن الفكر يسترسل، أستطيع أن أكتب بشكل يعني مباشر وبشكل متتابع دون أن أقف ودون أن أفكر هل هذا منطقي؟ نعم منطقي. قد يكون في الخيال منطقيا، قد يكون في الحلم منطقيا. إذن الخيال فيه حرية. ماذا نقرأ هنا؟ الخيال سمة الإنسان المنتج، وهذا قول حقيقي ويعني في صميم الخيال. لماذا؟ الإنسان الذي يريد أن يخترع اختراعا معينا لا يمكن أن يخترعه بفكره التقليدي. الإنسان الذي يريد أن يخترع آلة يجب أن يبدع، أن يفكر، أن يتخلى عن المنطق قليلا وأن ينظر إلى الأمام. ماذا نستنتج من هذا القول؟ أن الخيال هو إبداع وهو نظرة مختلفة إلى الأشياء. ماذا أفهم حتى هنا؟ لكي أكتب نصا خياليا يجب أن أنظر إلى الأمور نظرة مغايرة، يجب أن أكون حرا في أفكاري، وسيكون نصي أيضا مشبعا بالأحداث وربما اختلاط الأماكن، اختلاط الأزمنة. سنرى. ماذا تقول الأديبة أحلام مستغانمي؟ تقول: لا أفقر ممن يفتقر إلى الخيال. فعلا، لأن الخيال هو عبارة عن الغنى الفكري. إذن في الخيال أنا فكري حر، في الخيال أنا فكري غني،
أفكاري غنية، أفكاري حرة، أفكاري مغايرة، مختلفة عن الأمور الواقعية. طبعاً بعد قليل سنعطي أمثلة، نحن لا نبقى في الأعلى. لكي نكتب نصاً خيالياً نحن بحاجة إلى تنشيط. أنا كطالب لا أعرف ما معنى نص خيالي. أنا كطالب لم أكتب يوماً نصاً خيالياً. أنا كطالب لا يوجد لدي محفزات، أنا أحتاج إلى محفزات. الإنسان عندما يسمع عن شيء لا يعرفه يحتاج إلى نقطة يبدأ منها بالتخيل. الخيال لا ينشط من الفراغ. إذن أنا بحاجة إلى شيء معين، طريقة معينة، آلية معينة تنشط الخيال عندي. لا يمكن أن أجلس وأقرر أنني الآن سأتخيل وأتخيل وأكتب نصاً ويكون هذا النص جيداً جداً أو أعلى من جيد أو قريب إلى الممتاز. وهذا ما أؤكده دائماً في كل دروس الكتابة. نحن لكي نكتب نحن نأخذ ثم نعيد. أنا أكتسب لنفسي ثم أخرج من نفسي. إذا كان ذهني فارغاً، فكري فارغاً، لغتي إذا كانت لغتي أيضاً ضحلة، من أين آتي بالتعبير؟ من أين آتي بالفكر؟ ومن أين آتي باللغة الجميلة؟ كيف سنعمل اليوم على تحفيز وتنشيط الخيال؟ كيف نطور خيالنا؟ أنا اليوم سألجأ إلى أمرين. أولاً أستخدم البصر، سنقوم بتوظيف البصر، ثم أستخدم السمع، سأعتمد على حواسي. الحاسة الأولى هي الجانب البصري والحاسة الثانية هي السمع، ونبدأ بالأولى. انتبهوا إلى هذه الصورة. أنا اخترت صورة بشكل عشوائي من الشبكة العنكبوتية. قد تكتبون هنالك أي كلمة، اكتبوا خيال، اكتبوا غرابة، اكتبوا بلغة عربية، اكتبوا بلغة انجليزية، اكتبوا بأي لغة تريدون وابحثوا داخل الصور. ما المقصود بالخيال؟ أنا أريد أن أفهم، أنا أريد أن أكتب نصا خياليا. ماذا نرى في هذه الصورة؟ لكي نتناقش حول هذه الصورة أنا أسألكم السؤال على مرحلتين. أولاً أريد أن نحدد ما نراه في الصورة، نعطي عنواناً للصورة ونحاول أن نحدد فكرة من هذه الصورة، ثم نصف الأشياء. هذه المهام يمكن أن تكرروها على كل صورة تجدونها وتجذبكم هذه الصورة. انتبهوا كيف أن هذه الأمور سوف تقودنا إلى الكتابة، سوف تغني عندنا الثروة اللغوية. وما أسهل برأيكم؟ هل أن نأخذ صورة ونتأمل هذه الصورة ونكتب عنها كلمات قليلة، أم أن نبدأ مباشرة بكتابة نص خيالي؟ بالطبع هنا الأمر مجزأ مرحلي ومبسط. ماذا نرى في الصورة؟ أنا سأقول لكم ماذا أرى في الصورة. أنا أرى في الصورة، وانتبهوا الآن، أنا أسأل عن أمرين. ما أراه بالعين المجردة، أنا أرى يداً، أنا أرى رجلاً، أنا أرى عباءة، أنا أرى عصاً، أرى طاولة، أرى كتاباً، أرى بخاراً، أرى لون أسود. اللون الأسود أراه بارزاً في الصورة. هذه أمور عينية واضحة ومحددة. لو قلتم لي أنا أرى اختراعاً سأقول لكم هذا تفسير، هذا ليس ما نراه بالعين المجردة. إذن نبدأ من الأجزاء العينية المجردة، وقد تضيفون إلى هذه الكلمات عشرات الكلمات الأخرى. قد تقولون ربطة عنق باللون الأحمر، قد تقولون مثلا كتاب مفتوح، حائط رمادي، يمكن أن نقول أيضا أصابع اليد. نفصل التفاصيل الصغيرة جدا، شمعة مضاءة وشمعة مطفأة، طاولة سوداء، رجل واقف، إلى كتابات. نحن نرى في الخلفية أيضا كتابات.
ماذا نرى بالبصيرة؟ ماذا نعتقد؟ ماذا نفسر؟ ماذا نشعر تجاه هذه الصورة؟ ماذا أرى؟ الآن يمكنني أن أقول أي شيء تسمح به الصورة. هل نرى إنساناً يقوم بفعل سحر؟ ممكن جداً. أرى علماً، إنسان عالم يخترع؟ ممكن جداً. أرى رهبة، هنالك رهبة في هذا المنظر، هنالك خوف، هنالك اكتشاف، هنالك اختبار، هنالك بحث، هنالك غموض، هنالك قدرة. يمكنني أن أخذ أي كلمة من هذه الكلمات أو كلمة أخرى تضيفونها أنتم كعنوان للصورة. أنا أعطي العنوان حسب نظرتي للصورة. ماذا أرى؟ هل هذا عالم؟ هل هو مخترع؟ هل هو ساحر؟ أم هو شرير؟ إذن هذه أيضا كلمات أضفناها من وحي الصورة، مما تثيره داخلي هذه الصورة. هي تثير في مشاعر كثيرة، تثير في العديد من الأمور، قد تكون متناقضة أيضا. نجمع، أصبح الآن لدينا مخزن للكلمات. بماذا تذكركم هذه الأمور؟ عصا، عباءة، طبعا أنا كشفت السر وسأعود الآن للإعلان عنه بشكل سحر. بماذا تذكرنا؟ تذكرنا بإحدى القصص الخيالية، قصة هاري بوتر. هل تعرفون هاري بوتر؟ الآن سنخرج إلى استراحة. في الاستراحة أنتم لا ترتاحون تماما. الاستراحة أخصصها لكم للتحديات والبحث والمطالعة والسير قدما في الدرس. نحن وصلنا إلى هنا، ناقشنا هذه الصورة ومن خلالها اكتسبنا حقولا دلالية جديدة، تعلمنا كلمات جديدة، كتبنا كلمات جديدة وقديمة. الآن نريد أن ننتقل من التوظيف البصري إلى التوظيف البصري والسمعي. سنقرأ ونسمع أنفسنا عند القراءة. سنقرأ من كتاب هاري بوتر. خلال الاستراحة اقرأوا عن هاري بوتر قليلا فقرة صغيرة في الإنترنت واقرأوا هذا النص، سأتركه لكم، وبعد العودة سوف نتناقش في هذا النص ومقاطع أخرى مأخوذة من الرواية. نلتقي على خير بعد 10 دقائق.
أحبائي الطلاب، قبل الاستراحة كنا نتحدث عن النص الخيالي، وكنا نحاول أن ننشط الخيال في تفكيرنا. قمنا بتحد صغير أو بمهمة صغيرة بسيطة وممتعة. أخذنا صورة بشكل عشوائي وحاولنا أن نكتب إلى جانب هذه الصورة قدر الإمكان من الكلمات التي سوف نستخدمها بعد ذلك عند الكتابة. انتقلنا من الصورة، وهي صورة متعلقة بهاري بوتر. من هو هاري بوتر؟ أولاً، هاري بوتر هي سلسلة من الكتب. طلبت منكم خلال الاستراحة أن تقرأوا بعض السطور عن هذه السلسلة. هذه السلسلة من 7 أجزاء تتحدث عن طفل هو هاري بوتر الذي اكتشف في نفسه قدرة على السحر وأخذ يسرد كل علاقاته بأغراضه وأشيائه التي تكتسب صفة السحر أو قدرة الساحر خلال 17 عاما. أنا سأعطيكم بعض الأمور التي ميزت هاري بوتر، بعض الأغراض التي استعملها كساحر، وأنتم ستحاولون من خلال القراءة. الآن انتهينا من التوظيف البصري المجرد، الآن ننتقل بصريا وسمعيا إلى القراءة والاستماع والنقاش. نقرأ، نتمعن، نسأل ونصنف. خلال القراءة أنا أريدكم أن تقولوا دائما، أن تسألوا أنفسكم، ما هي الأمور التي تقرأها علينا المعلم الآن ويمكن أن تحدث في الحقيقة؟ ما هي الأمور التي لا يمكن أن تحدث في الحقيقة؟ بعد كل مقطع سنتوقف ونطرح هذا السؤال. هذا السؤال هو عبارة عن مقارنة. نحن الآن نقارن واقعي أو نصنف أيضا واقعي وخيالي. ما هي الأمور الواقعية وما هي الأمور الخيالية؟ ما الهدف من هذه المرحلة؟ الهدف هو أن نتعلم، أن نكتسب من خلال القراءة أساليب الكتابة الخيالية، لغة الكتابة الخيالية، لكي نستطيع بعد ذلك أن نطبق. نبدأ. لهاري بوتر قبعة. دعونا نقرأ مقطعا من سلسلة هاري بوتر تبرز فيه قدرات القبعة. انتبهوا، نسأل ما هو الخيالي وما هو الواقعي. نحن الآن في جدال كل الوقت ما بين الخيال والواقع، لا تنسوا ذلك. نظر هاري إلى أستاذة السحر ورآها تضع كرسيا بأربع أرجل أمامها تماما أمامهم، وفوقه وضعت قبعة من قبعات السحرة، كانت قديمة وقذرة. لم تكن الخالة بتونيا لتسمح بدخولها إلى منزلها. فكر هاري، ربما عليهم أن يخرجوا فأرا منها. ولاحظ أن كل من في البهو يركز نظراته عليها، وفعل مثلهم. ومرت ثوان من الصمت، ثم استدارت القبعة وفتح شق بالقرب من حافتها، فبدا كالفم، وبدأت القبعة تغني. آه، قد تعتقدون أنني لست جميلة، ولكن لا تحكموا بما ترون، فلن تجدوا أجمل مني، فأنا ملكة الجميلات، لأني قبعة مدرسة السحرة والساحرات. لا يوجد شيء في رأسك لا تستطيع قبعة التنسيق أن تراه، جربني وسوف أخبرك. نسأل، أين الخيال هنا وأين الواقع؟ هل من الواقعي أن ندخل إلى مدرسة لنتعلم السحر وتكون هنالك معلمة؟ طبعا واقعي. هل من الواقعي أن تأتي المعلمة بكرسي وتضعه أمامنا كطلاب؟ نستطيع أن نتخيل هذا المشهد؟ بالطبع هو واقعي. هل من الواقعي أن تضع المعلمة هذه القبعة فوق الكرسي؟ هل من الواقعي أن نجد قبعة قذرة قبيحة قديمة لا نقبل بلمسها؟ لما لا؟ طبعا هذه أمور واقعية. هل من الطبيعي أن نلفت
أو أن نلتفت جميعا إلى نفس الغرض عندما نشهد مثلا نشاهد عرضا لساحر معين يخرج هذا الساحر قبعته، كلنا نركز في القبعة. لماذا؟ لأننا نعرف أن من القبعة سيخرج طائر، وردة، حمامة، أن هنالك سحر سيحوم حول هذه القبعة. إذن أين الخيال؟ هل هنالك أمور خيالية في هذا النص؟ بالطبع هنالك أمور خيالية. أين الخيال هنا؟ استدارت القبعة منها، من نفسها، بقواها الذاتية. فتح شق بالقرب من حافتها، هنالك أحداث تحصل مع القبعة لا يقوم بها الإنسان، بل هي بنفسها تقوم بذلك. أصبح وكأن لديها ماذا؟ فمن؟ وبدأت القبعة تغني، وهنا تزداد حدة الخيال. القبعة تغني، تصدر الأصوات. القبعة لديها أيضا طاقات خيالية. ماذا تفعل هذه القبعة؟ تقول كل شيء في رأسك تفكر فيه أنا أستطيع أن أراه، جربني وسوف أخبرك. وهي عرفت من البداية أن جميع الحاضرين يعتقدون أنها قبيحة وسيئة وقديمة وبدون أي فائدة، فتقول لا تحكموا، انتظروا، أنا أستطيع أن أقوم بقدرات هائلة. هل هذا واقع؟ بالطبع لا. نأتي إلى العباءة. ماذا يقول هذا المقطع؟ رفع القماش الفضي اللامع من على الأرض، كان ملمسه غريبا يشبه ملمس الماء. قال رون مبهورا: إنها عباءة الإخفاء، إنني متأكد من ذلك، هيا جربها. ووضع هاري العباءة على كتفيه وصرخ رون: إنها هي فعلا، انظر إلى أسفل. نظر هاري إلى قدميه لكنهما لم تكونا موجودتين. أسرع إلى المرآة فلم يرى من انعكاس صورته سوى رأسه، وكأنه يطير وحده في الهواء وقد اختفى جسمه تماما. جذب العباءة على رأسه فاختفت صورته تماما من المرآة. هل يوجد خيال هنا؟ هل علي أن أتوقع أن يقول أحدكم لا؟ أنا لا أتوقع ذلك. إذن ما أين الخيال؟ انتبهوا كم هو بارز. عباءة الإخفاء، هل هذا شيء حقيقي؟ بالطبع لا. هل هذا شيء حقيقي أن نضع العباءة على أسفل الأقدام فيختفي هذا الجزء من الجسد؟ بالطبع لا. هل هذا حقيقي أن يأتي إنسان أمام المرآة وتختفي كل أجزاء جسده التي تغطيها العباءة؟ هذا خيال بارز في هذا المقطع. جذب العباءة على رأسه فاختفى تماما. هذه العباءة التي تخفي لها قدرات كبيرة وهي شيء من الخيال. عصا هاري بوتر. أرجعت هرميون أكمام ردائها إلى الوراء ونقرت عصاها، وإذ بالريشة ترتفع إلى أعلى حوالي 4 أقدام وتطير فوق رؤوسهم. تعرفون عصا الساحر؟ كلنا نعرف أن عصا الساحر هي عبارة عن خدعة، وأن ما نراه ليس حقيقياً. إذن هنا العصا ترفع الريشة، تقوم بأي طلب نطلبه منها. أين الخيال في ذلك؟ أن ترتفع الريشة وحدها، أن تطير الريشة فوق الرؤوس، وأن تكون للعصا هذه القدرة السحرية. نقرأ عن الرسالة. مد رون يده، جذب الخطاب بمعنى الرسالة من منقار إيرول وفتحه، وانفجر الصوت يهز جدران البهو الكبير حتى تساقط دهان السقف. تسرق السيارة؟ لا أتعجب لو أنهم فصلوك،
انتظر حتى أضع يدي عليك. لا أظن أنك فكرت فيما حدث لأبيك وأنا عندما اكتشفنا غياب السيارة. من المتحدث؟ سنجيب بعد قليل. شيء مقزز. إن والدك معرض للتحقيق وهي غلطتك، ولتعلم أنك إذا مددت إصبعا واحدا مخالفا للقانون سوف نعيدك للبيت فورا. انتهت الرسالة، ساد الصمت وسقط المظروف الأحمر. ما معنى مظروف؟ المظروف والخطاب هما الرسالة. سقط المظروف الأحمر من يد رون وانفجر محترقا. من هو؟ رون أم المظروف؟ فكروا حتى أنهي القراءة. ولم يبقى منه سوى بعض الرماد، وجلس رون مصدوما وكأن موجة قوية قد لطمته، وضحك بعض التلاميذ ثم عادوا يتبادلون الأحاديث مرة أخرى. إذن ما الخيالي هنا وما الحقيقي؟ ما الواقعي؟ الواقعي أنني قد أوبخ من قبل أهلي، أنني قد أستلم رسالة، أنني قد أكون جالسا مع صديق لي. ما هو الخيالي؟ أن هذه الرسالة تصدر صوتا يهز الجدران، أن هذه الرسالة تتحدث بما في محتواها، هي تقول، هي تقرأ نفسها بعد أن تنتهي من قراءة نفسها تسقط على الأرض وتنفجر محترقة، يعني تحرق نفسها ولا يبقى منها إلا الرماد، والرسالة تقرأ نفسها مع التعبير عن الانفعالات. جميل وغريب وخيالي. الآن نفعل الخيال، نشطناه، الآن نريد أن نطبق. المرحلة الأولى، أريدكم أن تختاروا غرضا من هذه الأغراض التي قرأنا عنها. الآن لدينا معلومات، أي غرض من الأغراض التالية كنت تحب أن تمتلكها ولماذا؟ كيف نجيب عن هذا السؤال وهو مهمة صغيرة في التعبير الكتابي، سنطورها بعد ذلك إلى نص كامل. الخطوة الأولى، نحن نحدد صفات كل غرض ونكون حقولا دلالية. لا تنسوا إطلاقا الحقل الدلالي. أريد أن أكتب عن جرثومة الكورونا، يجب أن تكون لدي كل الكلمات التي يمكن أن أستخدمها أو مجموعة كبيرة من الكلمات. يجب أن أجمع. أريد أن أكتب رسالة، أجمع مخزونا من كلمات التحية، من كلمات التوجه إلى آخره. نأتي بالحقول الدلالية. القبعة، ما بها؟ حكيمة، متفهمة، تتخذ قرارات، حازمة، ساحرة، صريحة، مساعدة، سوداء اللون. يمكنكم أن تضيفوا، تقرأ الأفكار، تكشف الأحاسيس، تبوح بما يجب البوح به، تتخذ قرارات لصالحنا حتى لو لم نوافقها إلا أنها حكيمة عليمة. كل هذه الصفات للقبعة جمعناها في بطاقة كحقل دلالي. نأتي إلى عباءة الإخفاء، ثمينة، مراقبة، تساعدني على مراقبة الآخر، تساعدني على التسلل، تعطيني حرية، هي نادرة، غريبة، خيالية، قطعة قماش تخفي ما بداخلها وهي مزخرفة. إذن لدينا كلمات قد تقرؤون المزيد وتضيفون، قد تبحثون عن صور للعباءة وللقبعة وتضيفون. نأتي إلى العصا السحرية، ما بها؟ تستطيع أن تقوم بخلق أمور معينة، إخفاء أمور، هي ساحرة، تقوم بتحويل أمور من حالة إلى أخرى، خفيفة، هذه العصا خفيفة. ونضيف، أي طلب يطلب منها تنفذه دون مجهود، أي طلب. الرسالة وهي الغرض الرابع، ما بها؟ فاضحة، مدمرة، تعبر صوتاً، تقوم بالإتلاف، هي متلفة، تتلف نفسها، هي رسالة، هي رماد، هي نبرة صوت، متحدثة، توصل أصواتنا، توصل انفعالاتنا وتدمر نفسها عند الانتهاء. حددنا الصفات، نقف الآن مع ذواتنا. أنا أقف مع ذاتي، أسأل نفسي، أي من الصفات التي قرأتها أنا، أين من هذه الصفات؟ أين أنا من هذا الصفات؟ هنا أين أنا من هذه الصفات وليس أين أنا؟ أين أنا من هذه الصفات؟
أختار ما يعبر عن الصفات التي جذبتني وأعلل. كيف أعلل؟ لدي أيضا مخزون للتعليل. أنا أختار العصا لأنني، حيث أنني بسبب كونها انطلاقا من حقيقة أنها، من حيث أنني أحب مثلا أن أساعد، أن أكون حكيمة إلى آخره، نظرا لكونها، نظرا لكوني، وذلك بسبب كونها أو بسبب كوني. لدينا كلمات. الآن انتبهوا، نحن نصعد درجة إلى الأعلى. كتبنا فقرة صغيرة، ماذا أختار ولماذا؟ الآن نكتب نصا خياليا. تأملنا الصورة، كان هذا تفعيلا بصريا. قرأنا، كان هذا تفعيلا بصريا وسمعيا. كوننا مخزونا دلاليا. تخيلنا، كتبنا وعللنا. الآن نفعل الخيال كمرحلة ثانية. اكتبوا قصة تعتمد على الخيال من وحي الصور أمامكم بالترتيب من الأعلى إلى الأسفل. الآن أنتم مطالبون أن تكتبوا قصة خيالية. في هذه القصة تبدأون من الرسالة إلى القبعة إلى العباءة ثم إلى العصا. إلى ماذا نحتاج الآن؟ نريد قصة خيالية. الخيال اكتسبناه، طورنا الخيال. الآن نريد ماذا؟ مركبات القصة، زمان، مكان، تسلسل، شخصيات، أحداث، تصاعد إلى آخره. هذه هي المركبات الأساسية للقصة القصيرة. نحن نريد الآن أن ندخلها إلى النص. إن كنتم قد أحببتم الدرس، وإن كنتم قد أحببتم ما قمنا به هذه المراحل، طبقوا الآن واكتبوا نصا آخر عن هذه الصور التي أمامكم. لديكم حجر النرد، هذا الحجر فيه صور بدلا من النقاط. اكتبوا قصة فيها تسلسل أحداث من وحي الخيال، تبدأ تشملون فيها كل هذه الحجارة من اليسار إلى اليمين. إن كنتم قادرين على إتمام هذه المهمة وعلى إتمام المهمة السابقة، فهذا يعني أن درسنا كان ناجحا. ولا يقاس نجاح الدرس إلا عندما نرى النتائج من عندكم. أنا أنتظر أن ترسلوا لمعلماتكم، وأنا سأقرأ من خلال معلماتكم. أشكركم لإصغائكم ولمتابعتكم، وأتكل عليكم الآن في الكتابة. الآن لديكم القدرة، لديكم الآلية، ولديكم الحقول الدلالية المناسبة. فهنيئا لكم، سررت جدا في هذا الدرس، سررت بكم جميعا وبالنجاح.